بعد 7 سنوات من سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل، الأمر الذي غير واقع المدينة بالكامل، يعيش الموصليون اليوم تداعيات هذه النكبة وسط تجاهل حكومي عن الكشف ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن سقوط المدينة. تكبد العراقيون فاتورة كبيرة إثر سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، تكلفة باهظة جداً، 300,000 شهيد ومصاب، 30,000 مفقود، ودمار نسبته 80% من البنى التحتية، و48 مدينة مدمرة، وهناك تعويضات منسية، فضلاً عن تهجير قرابة 6 ملايين مواطن وتدمير كما ذكرنا أكثر من 48 مدينة، والخسائر تقارب 100 مليار دولار. الأمم المتحدة بيّنت أنها بحاجة إلى 88 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية فقط المدمرة في الموصل، وأكدت أن الإعمار يستلزم 10 أعوام شريطة الاستقرار السياسي وعدم استغلال الأموال في الفساد، في حين أن نسبة الإعمار لا زالت ضئيلة، إنجاز ضئيل جدا. البنك الدولي قدم حزمة مساعدات مالية بقيمة 400 مليون دولار لمساندة جهود التعافي وإعادة إعمار المناطق المحررة، بالإضافة إلى مؤتمر الكويت الذي لم يحصد سوى 30 مليار دولار كوعود وقروض واستثمارات مشروطة، بالإضافة إلى 179 منظمة دولية ومحلية أعلنت بالشراكة مع الأمم المتحدة إعادة إعمار المناطق المتضررة. ولعل ما يساوي سقوط الموصل أو أخطر منه يكمن بمخططات عدة لتغيير تاريخ وسكان المدينة عبر إجبار الأهالي في الأحياء القديمة على ترك منازلهم بدعاوى الاستثمار أو الاستئثار، بينما الفوضى السياسية ومصادرة قرار الشعب ما زالتا حاضرتين، ما يضع الموصل في ذات الخانة التي كانت عليها قبل سقوطها بيد داعش الإرهابي.